اليوم ولي الشرف في يوم البحث العلمي الأول بجامعة شقراء، وأشكر جامعة شقراء على السعي في تطوير منظومة الأبحاث، والشكر موصول أيضا لوزارة التعليم على دعمها للأبحاث في جامعة شقراء وتطوير المنظومة البحثية أيضا بالجامعات السعودية. طبعا هذه مشاركة من ضمن أبحاث مدعومة من جامعة شقراء في التمويل المؤسسي التابعة لوكالة الأبحاث والابتكار في وزارة التعليم. ابتكرنا في هذه البحث نظام هجين ما بين طاقة الرياح والطاقة المتجددة لإخراج المياه من الول اللي هو الآبار لإسقاء الزرع خصوصا في منطقة شقراء.